مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم عن جديد، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم ببرنامج جوك وفقراته. تحياتي لكم مره ثانيه مني انا اسامه الجيتاوي وفريق العمل كاملا، اسعد الله صباحكم عن جديد. اليوم اكيد في معنا ضيف عزيز علينا، في معنا فكره مشروع جدا متميزه راح نتعرف عليها. اسمحوا لي اني يعني خلينا نحكي ببدايه البرنامج، ارحب بالاستاذ خالد الشطرات الخبير الزراعي وشريك مؤسس بمشروع بدره، ويعني بدنا نحكي لك سيدي صباح الخير. يا اهلا وسهلا فيك، انا بعرف من الوقت بدري، فالواحد انا وانت اكيد مش صاحيين ولا مستوعبين، بس بدنا نمشي سيدي مشان تكون بالمية. بنرحب فيك معنا بموقع طقس العرب، بنرحب فيك معنا اكيد ببرنامج جوك سيدي. سمعنا كثير وبنسمع عن مشروع بدري، اليوم راح نكون مع بعض انا وياك عشان برضو نعطي نصائح لستات البيوت وللناس اللي بيهتموا بالمزروعات. فصل الشتاء اكيد النباتات بدها عنايه معينه وعنايه خاصه، ولكن بدايه حاب نعرف الاخوه المشاهدين اللي عم بتابعونا على فكرة مشروع بدري. إيش هو هذا المشروع وكيف طلعت معاكم هاي الفكرة؟ شكرا لك أستاذ. أهلا. في البداية الله يعطيك العافية، وأهلا وسهلا بالمشاهدين ومنرحب فيكم، وشكرا طبعا لقناتكم طقس العرب. الله يسعدك. برنامج جديد يسعدك، إن شاء الله موفقين يا رب. يا رب. طبعا إحنا بدري هو تطبيق راح ينزل على الهواتف الذكية. كانت فكرة هي بالنسبة لخدمة هاي العملاء، الناس اللي بتحب الزراعة، متابعين الزراعة، أصحاب المشاتل، كل الأمور اللي بتتعلق بالزراعة حبينا نجمعهم في تطبيق راح ينزل طبعا على الهواتف الذكية. راح يكون لكل مثلا صاحب مشتل أو مختص بهاي الأمور يكون صفحة داخل هالتطبيق هذا يعرض فيها المنتجات تبعاته، كان من أشتال أو مستلزمات زراعية أو من كل هالأمور هاي اللي بتلزم الزراعة. طبعا احنا انطلقنا يعني الفكرة تبعتنا بلشت ب20/11/2020. احنا الآن شغالين بس على صفحة عبر الفيسبوك والإنستغرام والأمور هاي. حاليا بنعرض احنا شوية أشتال، زينة داخلية، أسمدة، مبيدات، يعني هالمستلزمات البسيطة اللي بيحتاجوها الناس بشكل بسيط داخل البيوت. والحمد لله يعني وجدنا انه في اهتمام في الموضوع هذا وماشيين عليه ان شاء الله. وبنهاية شهر 2 راح ينزل التطبيق، يعني اي انسان اي كذا ممكن ينزل التطبيق هذا على تليفونه وراح يشوف فيه يعني شغلات كثيرة وحل المشاكل اللي كان يواجهها. يعني كثير من المشاكل انه مثلا بروح على محل مواد زراعيه ما بلقى المطلوب كامل موجود عنده، فاحنا هنا راح نوفر له كل شيء. طبعا خدمه راح تكون مميزه وراح يكون في جوده واسعار ان شاء الله منافسه ان شاء الله. الله يعطيكم يعني الف عافيه. الافكار اللي دائما احنا بندعمها والافكار اللي فعلا بتساعد الناس دائما. نعم. انا بحب الفكره اللي بتضيف لي شيء. انا مثلا مهتم بالزراعه راح الاقي في لي منصه بتعبر عني وفي منصه بالزبط. بتساعدني في في نعم. في الدرجه الاولى خلينا نحكي، وبتساعد ايضا كمان اصحاب الاشتال، فشيء رائع. الله يعطيكم الف عافيه. بالنسبه ل يعني هاي الفكره قد ايه ممكن تكون برضو كمان الواحد صعب يطلع بافكار جديده بظل الكورونا، الكل بيقول لك اوعك تفكر اوعك تعمل، ولكن صحيح. احنا نحكي عن في مشاريع بنشوفها ومنهم مشروع بدري على الرغم من كورونا، على الرغم بجوز من انه الناس يعني يا دوب تهتم بحياتها الطبيعيه في هلا اتوقع اهتمام بالزراعه برضه كمان قل، ولكن يعني قد ايه في دور لكم نشجع الناس خلال برضه هاي الجائحه بانه الناس اللي بيهتموا في المزروعات يضلوا فعلا عم بيهتموا بهذا الموضوع، وقديش في عندكم صعوبات ل نضل يعني مع الناس دائما خلال فترة برضو كورونا؟ كان في صعوبات عم بتواجهوها بهذا المشروع خلال الفترة؟ تعرف كورونا الكل واجه فيه صعوبات اشي اكيد. بس احنا يعني كتطبيق هذا على التليفونات او هذا انت يعني ببيتك بمكتبك بعملك باي مكان ممكن تشتري يعني زي ما بقولوها بالعامية بكبسة زر. صحيح. فاحنا وفرنا الحكي هذا يعني بخصوص كورونا. صحيح. يعني في عندك كثير من حجاتنا الله يخلينا اياهم يعني امهاتنا كذا كبار بالعمر. صحيح. في فتره كورونا كانوا يعني خافوا يطلعوا او كذا او شيء. صحيح. فاحنا وفرنا لهم الامور هاي ووفرنا يعني للناس كامله من عمر بجوز 18 سنه الى الله يطول اعمارهم وكذا.
الأمور هاي بظل كورونا صحيح. وانت شايف يعني الناس كلها متجهة للا يعني الأونلاين والأمور هاي الشراء والهذا، فاحنا وفرنا لهم الحقيقة. سيدي الله يعطيكم العافية. هلا كمان بدنا نستغل وجودك معنا، كثير مهتمين ببيوتهم بالزراعة، وعم نحكي عن قواوير الزريعة. أبوي أنا بتعب التف عباله كل شهر، أنا وين طالع أجيب قواوير صفت قواوير نصهم بيموتوا والنص بتكسر عم نحكي فيه. ولكن عم نحكي عن فصل الشتاء والاهتمام في الزراعة بما يخص النباتات المنزلية. نصائح لستات البيوت اللي عم بتابعونا، نصائح للناس المهتمين بموضوع الزراعة واللي عندهم نباتات بيتية، كيف ممكن نهتم بهذا الإشي يعني خلال فصل الشتاء؟ شوف يعني النباتات بشكل عام هي كائن حي، يعني نفس الإنسان نفس الحيوان، ما بتختلف ظروفه بأي ظرف كان عن يعني البني آدم أو الحيوان، هي كائن حي المفروض تكون في عناية. طبعا من أهم العناية هاي أو الأمور اللي بدنا نقدمها للنباتات عشان تظلها قائمة ونأخذ منها اللي بدنا إياه، أهم إشي عندنا مثلاً التربة، الحرارة، الري اللي هو كمان الضوء، هذول أربع شغلات يعني طبعاً. بالنسبة للنباتات الداخلية مهمات جداً صحيح. فعندنا هسا إحنا النباتات بشكل عام تنقسم، يعني مثلاً في عندك نباتات داخلية، في عندك نباتات خارجية، في عندك أشجار من مثمرة فواكه، في عندك خضروات، بشكل عام هاي هي النباتات. احنا بالنسبة لستات البيوت او خلينا نقول المهتمين بالزراعة الداخلي داخل البيوت كان من ازهار او نباتات الى اخره، احنا شوف بفصل الشتاء اول عملية بدنا نقوم فيها اللي هو تخفيف الري. تخفيف الري، الري يعني طبع. الري الماء بالصيف غير طبع. وبالشتاء غير صحيح. هلأ بالنسبة للري احنا بالصيف طبعا النباتات مش كل احتياجها خلينا نقول للماء نفس الاشي، في نباتات بتحتاج بكثرة، في نباتات يعني متوسط، فهاي الامور احنا بالصيف بنشتغل عليها انه النبات هذا بيحتاج مثلا لمي بكثرة انا بعطيه مي. اما بالشتاء لا، بالشتاء كل النباتات هاي بتصير حاجتها واحدة للمي. عرفت؟ فهنا احنا بنعمل مثلا اذا النبتة بحاجة لري خلينا نقول بفصل الصيف مثلا مرة واحدة احنا بالاسبوع، مرة واحدة احنا بالشهر بالشتاء نعطيها مرة واحدة فقط، بالشهر مرة واحدة فقط بس طبعا. مرة واحدة طبعا بدنا نديب بالنا لامور اللي هي الدفء، كونها امور يعني نباتات داخلية بالصيف يعني بعض أحيان تتراوح درجات الحرارة من 20 بتوصل ممكن 30 صحيح. داخل البيوت وكذا، لكن بالشتاء بتنزل درجات الحرارة هاي. معظم النباتات هاي الداخلية يعني خلينا نقول تقريبا من 18 ل 25 بالشتاء، هذا الجو مناسب. بالنسبة للحرارة المناسب لها اللي بدها تتعايش معها. هسا احنا بتمر علينا أيام مثلا بالنسبة للصقية مثلا اللي مرق الأيام اللي فاتت، هذه الأيام احنا لازم نهتم بالنبات أكثر، نهتم كيف بالنبات انه والله جاي صقية اسمعنا كذا، هذا ممكن في مثلا 4-5 عمليات نقوم فيها لحماية هاي النباتات. مثلا أول طريقة اللي هي إضافة الأسمدة العضوية، طبعا الأسمدة العضوية يعني يوم بده يقوم بشرائها او هذا يكون مصدر موثوق فيه بكون افضل، لانه السماد العضوي معالج وغير معالج في له اهميه يعني كبرى بالزراعه. وثاني شغله نهتم مثلا اذا كان عندي خلينا نقول 10 قواوير كذا في البيت منتشرات هون وهون وهون، بحاول اجمعهم احطهم بمنطقه واحده اذا بقدر اغطيهم طبعا. بغطيهم طبعا المنطقه اللي نحطها فيها تكون يعني دافئه ومناسبه. وثاني شغله اللي هي في النباتات يعني الخارجيه اللي بتتاثر بالصقيع كثير، اللي بتكون مثلا مزروعه جديد ممكن شجيرات زينه تكون صغيره كذا، راح نعمل عمليه تغليف بنايلون. طبعا التغليف هذا له طريقه او كذا، بتغلف مع تثقيب هذا النايلون عشان النبات يتهوى ياخذ الاكسجين كذا. والعمليه الاخيره اللي هي الري، الري ليله الصقيع
بنروي وهي مهمة جدا، لأنه الأنسجة في النباتات كان في الجذور في الساق في الأوراق موجودة الأنسجة، هاي الأنسجة فيها المي، فالنبات كيف بتضرر من الصقيع؟ بيجي الصقيع بيكون موجود المي، فبصير عملية التجمد أو إشي بكبر حجم المي داخل هاي الأنسجة فبتتضرر هاي النباتات، ممكن الأوراق ممكن الجذور ممكن الساق حسب نوع النبتة أو حجمها أو عمرها، كمان له دور بالأمور هاي. هذول أربع طرق مهمات جدا بالصقيع. بالشتاء بشكل عام، قلنا عن 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 الري. شغلة ثانية بالنسبة للتسميد، التسميد يعني النباتات الداخلية بشكل عام يكون السماد متوازن. احنا الأسمدة عندنا تركيبات مركبات، بيكونوا ثلاث مركبات اللي هم معروفات الـ NPK. هذول الـ NPK اللي هم العناصر الكبرى اللي بتحتاجها النبات دائما، يعني هذول دائما بحاجة لهم. هذول احنا بالشتاء بداية الشتاء هنقول يعني في مناطق ممكن يكون الشتاء بدري ممكن يتأخر ممكن، احنا بنفضل يعني بداية الشتاء هنقول من 15/10 وطالع نقوم بأول عملية تسميد من السماد هذا المتوازن اللي هو بيجي تركيبته 20-20-20، 20 نيتروجين 20 فسفور 20 بوتاس. طبعا هذا النيتروجين له مثلا بعطيك تحفيز على نمو الأوراق والأغصان، عندك الفسفور بعطيك تحفيز له للجذر وعملية الإزهار، عندك البوتاس بعطيك كمان تحفيز إذا ممكن يكون أشجار مثمرة أو إشي للحبو، أيضا بعطي تحفيز للساق للأوراق بقويها. فهاي أول عملية منقوم فيها. العملية الثانية يعني بعد شهرين من العملية هاي منقوم بالتسميد الثانية برضو بنفس السماد اللي هو المتوازن 20-20-20. طبعا في نباتات يعني بتحتاج للعناصر الصغرى، هسه الـ NPK احنا ذكرناه اللي هن العناصر الكبرى هي بتحتاج النباتات بكثرة. هلا عندنا هنا اللي هو العناصر الصغرى، العناصر الصغرى مش كل النباتات بتحتاجها، خاصة احنا نباتاتنا الداخلية بتكون مزروعة بتربة كويسة جيدة غنية مثل البيتموس. البيتموس موجود فيه الحكي هذا العناصر الصغرى لكن مش بكثرة، ممكن انا بعد سنة اغير الجوار كذا لازم أضيف كمان العناصر الصغرى مع أول تسميدة أو ثاني تسميدة، أو أجيب العشرين عشرين اللي هو السماد المركب المتوازن يكون موجود في اللي هي العناصر الصغرى. ممتاز. يعني خالد صراحة أنا المعلومات اللي بتحكيها جديدة علي لأني أنا مش مهتم أبدا بموضوع الزراعة إن شاء الله. لا راح يعني تتنبع الناس فكر حط هالزريعة وحط هالقوار وانتهى الموضوع. أنا بدي أرد أأكد على حكيك وعلى الحكي اللي حكيته أنه فعلا إحنا عم نهتم بكائن حي، هذا المهم. فأنت برضو في عليك مسؤولية لأنه هذا كائن حي في النهاية. نعم أنت بدك تعطيه العناية المناسبة، بدك تعطيه الاهتمام المناسب. وللأسف اللي بصير عندنا كثير بالبيوت خالد إنه النباتات ما يعني عمرها ما بكونش طويل، صح أشهر وللأسف بتموت، قلة اهتمام صح. أخطاء في التعامل زي ما حكيت أنت، يعني كل وقت من السنة بده أسمدة معينة، بده يعني اهتمام معين. وأتوقع هذا الاهتمام كمان ما بعرف بتحس اللي بيهتم بالزراعة في شغف بهذا الموضوع، في محبة تجاه هذا الموضوع. سبحان الله في ناس بتهتم بالحيوانات الأليفة، في ناس بتهتم بالأشجار والمزروعات والإشي جدا يعني لطيف. أنا بدي أشكرك يعطيك العافية، ما خليت لي مجال أسألك ولا سؤال ما شاء الله، حطيت كل المعلومات من كل الناس اللي مهتمين وصلتهم الصورة. وإحنا بنحكي في أهم إشي برضو كمان بدي أنا أضيف على حكيك، إنه يا ريت يكون برضو في اهتمام بموضوع الشتاء، لأنه النباتات بالشتاء تحتاج، في عندك هون صقيع، في عندك كذا. احنا بنحكي هون احنا موجودين بعمان الغربيه صرنا 4-5 ايام الصبح بنصحى الدنيا صقيع، في ناس بتكون حاطين نباتات بالقواوير برا على البرندات، هذا كمان لازم نكون احنا مفكرين انه في عندنا برضه كائنات حيه موجوده بدنا لازم ندخلها داخل البيت، على الاقل ندخلها. مش نقول هسه يعني نحكي نغلف وكذا، هلا ممكن في حدا يعملها، ولكن على الاقل ندخلها جوا على حراره الغرفه الطبيعيه عشان ما نخسر هاي النباتات. لنا لقاءات اخرى ان شاء الله راح نحكي بشكل موسع اكثر. الله يخليك، الله يعطيكم الف عافيه. ان شاء الله مشروع بدري والموبايل ابلكيشن راح تطلقوه قريبا يكون مفيد لكل الناس لكل هذا القطاع. ما شاء الله انا بشوف كثير ناس مبدعين بموضوع القطاع الزراعي زيكم، الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك.
ده بدي اتوقع كمان اوجه انا كلمه انه نتمنى انه نشوف كمان من الجهات الحكوميه اهتمام اكثر بموضوع الزراعه، حتى هاي المشاريع الزراعيه البسيطه طبعا اللي تكبر بحاجه للدعم دائما وبحاجه لنشوفها اكبر. الله يعطيك العافيه، الله يسعد صباحك. انا بوعدك هسه بسوي لك قهوه بايدي. الله يخليك. لازم نشرب قهوه انا وياك. صح أكيد. صح أكيد. شكرا طبعاً. اخوي خالد الله يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدينا الاعزاء كان معنا اخونا خالد الشطرات، يعني من مشروع بذره وشريك استراتيجي في تاسيس هذا المشروع. تعرفنا أكثر كيفية الاهتمام في المزروعات خلال فصل الشتاء، أعطانا معلومات جدا قيمة.